من الرياض معي هاتفيا العقيد فواز الميمان المتحدث الرسمي لشرطة الرياض. حياك الله عقيد فواز. هلا يا عزيزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم بالخير للأستاذ المشاهدين. حياكم الله. أنتوا طول الأسبوع هذا ما كنتوا تبون تتكلمون إلين يعني تقبضون على هذا المتهم أو لا؟ بالفعل احنا طبعا الجهود كانت متواصلة وكانت في المنطقة يعني وفق التوجيهات السديدة من القيادة لعدم الاستعجال في نشر أي نتائج حتى تفوت الإدانات. اها طيب، وش اللي صار؟ التفاصيل القبض اقصد. والله هو من لحظه البلاغ اكيد كان في فرق ميدانيه او في خطط ميدانيه وفرق عامله على مدار الساعه من جميع الاجهزه ذات العلاقه، والحمد لله تمكنوا من تحقيق الاشتباه في بعض الاشخاص وصولا الى تحديد مقرهم وضبطهم في كمائن المحكمه. طيب طبعا كان الفضل لله، كان الفضل قبل كل شيء لله عز وجل ثم للكاميرات اللي ساعدت في تحديد اوصاف الاشخاص. طيب صحيح اللوحات مسروقه وايضا السياره مسروقه؟ السياره مسروقه واللوحات، طبعا السياره مسروقه عموما، وهذا ما يعني صعب من المهمه تماما يعني طبعا التخفي. صحيح. فاصبحت يعني كمن يبحث عن ابره في بحر. طيب. لكن جهود الزملاء وعزيمه الرجال من فضل الله يعني انطلقت تمكنت من الجنة. طيب انتم عرفتوا بعض الدوافع الجاني، هل يعرف الاولاد هذول، يعرف اهلهم، بينه وبين اهلهم مشكله، ولا هو بس يبغى يخطف؟ ابدا، لكن هو من اضراب السوابق، هذا ثبت لنا مسجل عليه 5 سوابق، وان شاء الله يعني بعد استكمال التحقيقات من النيابه العامه يتم احاله القضاء الشرعي لنتجاوزه العدل. هذا عليه 5 سوابق من اول؟ صحيح. اذا هذا مفسد ومدمن، اظن انه في البيان انه مدمن مخدرات او لا؟ لا، البيان ما تطرق الى تصنيف السوابق اللي عليه او ايضاحها لخصوصيه الامر، فضلا عن يعني استكمال التحقيق في الجرائم بطريقه المجهول المشابهه او مماثله، ومن ثم قد تعلن تفاصيل لاحقه الى سد الامر. طيب الكاميرات الان اللي على البيوت هي اللي افادتكم وخلتكم يعني نوعا ما يعني يصير فيه تعرف على ملامح هذا الشخص، هل انتم تنصحون يعني الناس انه يركبون يعني؟ اولا بدايه بكل تاكيد يعني كلنا شاهدنا انه المجني عليهم صغار سن، يمكن مو من السهوله مكان يعني بالنظر الى نفسيتهم وما تعرضوا له من يعني ارهاب نفسي انك تاخذ منهم معلومات دقيقه. الكاميرات كان لها فضل كبير من بعد الله عز وجل، واكيد انها يعني من الاسباب اللي واضح فيها. هو معه 2 بالسياره ولا لا؟ صحيح. هو 30 أو وصل عمره 40؟ لا، هو 40. 40؟ نعم. ومع 2 بعمر 30؟ نعم. أها. طيب في مقطع اليوم الناس يتكلمون عنه، واحد ساحبينه من الشرطة قابضين عليه من في البيت ومطلعينه، يقولون هذا هو الشخص لما قبضتوا عليه. هذا المقطع تسرب البارحة. أيوة. وطبعا في حينه أنا حاولت إني أوضح يعني بتحفظ شديد يعني وانصح الجميع بعدم الانسياق وراء يعني الاشاعات او تناقل الاخبار المغلوطه حتى يصدر البيان الرسمي من الجهه المختصه. طيب شرطه الرياض لها الشكر في اللي سويتوه، يعني انجاز يعني بسرعه تم القبض، وحنا حاولنا فيكم الاسبوع الماضي انه يعني نطلع مع بعض، قلتوا ابدا الين نقبض بعدين نتكلم. واحنا ان شاء الله دوما على الموعد، واحنا ان شاء الله دائما نتكلم عن انجاز. هذا هو. ويعني انا وزملائي من سوق شرطه المنطقه نهدي هذا الانجاز لسمو السيد وزير الداخليه. تحيه لشرطه الرياض وتحيه للرجال اللي في الميدان، شكرا جزيلا لك عقيد فواز الميمان، شكرا لهذه الايضاحات، وشكرا ايضا لشرطه الرياض على اللي سوته، بيضت الوجه، الله يجزاكم خير، شكرا لك.